دايما لما بشوف كريمة مختار رحمة الله عليها بحس ان شكلها مصري قوي، بحس ان انا شفتها زمان كتير، نفس الستايل، تسريحة الشعر، نفس اللبس، نفس الأناقة، نفس الحنية. لا بالظبط، يعني حتى تسريحة الشعر. انا بستغرب من الناس اللي بيقولوا ان في فرق بين المصريين القدماء والمصريين الحاليين. امال ايه ده يا جماعه؟ ده شوفوا حتى تسريحه الشعر واحده ثابته، القعده، الاتيكيت. المراه المصريه عمرها ما تستخبى ابدا ورا اي ستار، المراه المصريه لوحدها كده فخر. السيده دي اسمها خنتكا، وزي ما انتم شايفين قاعده بمنتهى الوقار لوحدها، هي من سنجل مازر على فكره، يعني هي بس متصوره لوحدها وجنبها ابنها روجو كان اسمه كده. شايفين الاناقه، شايفين الجمال، شايفين اللبس بتاعها التقليدي العادي السيمبل، فستان عادي جدا ماسك على جسمها، وفي حمالات لو انتوا قصاد التمثال هتشوفوه. شايفين تسريحه الشعر، وباين قوي ان دي باروكه، وفي تحتها بندانه زي اللي انا لابساها كده، اللي هي عباره عن بقيه شعرها الاصلي اللي هو منبت الشعر عندها. هل انتوا شايفين ان في فرق بين المصريين القدماء والمصريين الحاليين؟ نفس الرقي.